هذه القرن طبعا سعداء جدا بالمشاركه. القرار جه في وقت ضيق، ولكن ده جاي من حرص النادي الاهلي. وزاره الشباب والرياضه واللجنه المنظمه كانوا حريصين جدا على تقديم كل التسهيلات. زي ما انت شايف الحمد لله في خلال كام يوم كده قدرنا نجمع البعثه دي حوالي ما يقرب من 100 فرد من النشاط الرياضي ومن اعضاء الجمعيه العموميه ومن مجلس الاداره كمان بصفتي ممثل لمجلس الاداره. سعيد جدا بتواجد الشباب وبروحهم جميع المراحل السنيه ممثله. فكان كل الهدف ان احنا جايين نجري في الخير زي ما الناس بتقول، بنشارك. كان هدفنا ان يبقى في المشاركه ليها بصمه، ان النادي الاهلي بيشارك مش مجرد بس بالاسم، لا يعني في بصمه واضحه للفريق موجوده او للفريق المشارك. شددنا على حته الالتزام باخلاقيات الرياضه عموما واخلاقيات ومبادئ النادي في الالتزام في الموضوع. احنا جايين نشارك في الهدف الاول وفي الاخير، وان احنا نحافظ على الروح الرياضيه، وان احنا كمان انت عارف العدد هيبقى كبير جدا، فمحتاج العمليه تبقى متنظمه. وده كان حرص مجلس الاداره ان نطلع ببعثه رسميه عشان الموضوع منظم. زي ما انت شايف معانا ناس سنها صغير، فبالتالي انك تنظم تبقى تقدر تحافظ على ال100 فرد اللي معاك في وسط 13,000، دي عمليه صعبه جدا، ولكن احنا كلنا ثقه في التنظيم ان شاء الله هيبقى على المستوى ان شاء الله. مفيش احسن من كده. الماراثون هاي اسم الشيخ زايد لما بيتحط في اي حاجه يعني بيعم الخير في المكان. اسماعيليه مدينه جميله، فالجو اجواء ظريفه جدا. الجو الحمد لله برد شويه بس الحمد لله مفيش امطار او كده، فالحمد لله الاجواء كلها مبشره بالخير، وان شاء الله اليوم هيعدي، احنا واثقين هيعدي على خير ان شاء الله. النادي الاهلي اول مره نشارك في سباق زايد الخيري، ودي مش جديده على النادي الاهلي، يعني طول عمرنا الحمد لله في المحافل دي موجودين. وتم دعوتنا من حوالي 3 ايام مش اكتر، والحمد لله على عجل تمت الاجراءات بمنتهى السرعه، واحنا النهارده في الاسماعيليه عشان نشارك في ماراثون زايد الخيري وبنمثل النادي الاهلي الحمد لله يعني. وان شاء الله نتمنى يا رب كده كل شهر مش كل سنه، واحنا متواجدين باذن الله في جميع المنصات الخيريه. شفنا الدكتور مهنا رئيس مجلس الاداره النهارده الساعه 6 صباحا متواجد في الاسماعيليه. اهتمام جيد جدا من مجلس اداره النادي الاهلي اللي مش جديد عليه، ان هي مصر الحمد لله الرياضه وبالذات يعني احنا قلعه الرياضه في مصر، ومجلس الاداره والدكتور مهنا الخيري دليل على ذلك. والحمد لله البعثه واصله بعد مجهود شق 48 ساعه فاتوا، والحمد لله الاولاد والبنات موجودين. وباذن الله احنا العدد ما لا يقل عن 70 ولد في اكثر من مركز. في بعض الناس جايين ان شاء الله يشاركوا بنيه الحصول على المركز الاولى في اكثر من متسابق، وباذن الله هنشوف خط النهايه اكثر من 5-6 شباب في المركز الاولى باذن الله.
الحمد لله رب العالمين خدت مركز رابع وتاني مصري بعد الاول والتاني كينيا، والحمد لله رب العالمين كان جو السباق كويس، تنظيم زي الفل، والحمد لله انا كله. لا احنا عامه بنلعب 21 ويعني ده العادي بتاعنا، فالحمد لله الواحد كان متمرن كويس ولسه طالعين من ضحيه جمهوريه وكنا في افضل الاستعداد تام يعني البطوله. محمد صالح شاركت في الماراثون النهارده؟ طلعت المركز الكام؟ 100 وكام؟ 130. مبسوط؟ خدت جايزه؟ عندك كام سنه؟ ست سنوات. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. بتحب مين في الاهلي؟ بحب محمد صلاح. محمد صلاح؟ وفي الاهلي مين؟ محمد صلاح بره الاهلي، تحب مين جوه النادي الاهلي؟ جبت رقم 7. مش فاكر؟ اثره؟ تقريبا الشنام. شوف برو الله يبارك فيك. الماراثون النهارده انا طلعت المركز ال 15 الحمد لله. انا شاركت في الماراثون النهارده لان الماراثون اول حاجه معمول لان هو ماراثون خيري، ودي خامس مره تنعمل في مصر. كنت شاركت قبل كده في الاقصر. النهارده حاجه مبهجه بصراحه، بنوصل للعالم ان مصر هي منبع الامن والامان والسلام، وكل اللي نكون العدد ده، والحمد لله ان اليوم عدى بخير. ده اللي هو كل الناس فازت، مش شرط ان واحد بس، واحنا بنجري في الخير. يعني هو ماراثون زي الخير ده، احنا بنجري في الخير الحمد لله. ماتش جميل وعملنا ماتش كويس ان شاء الله، دخلت 21 وماتش جميل بسم الله ما شاء الله، وبنشكر اداره الامارات الحبيبه، وان شاء الله كده كل سنه يبقى ماتش جامد باذن الله كده. اسمي كريم. انت كام سنه؟ 15. شاركت في الماراثون النهارده؟ طبعا. ايه رايك فيه؟ اداء حلو جميل. خدت مركز كام؟ والله مش عارف. تكبر بقى باذن الله تشارك وتاخد مركز. لما اكبر بقى ان شاء الله باذن الله. اسمك ايه؟ محمد جمال. شاركت في الماراثون؟ لعيب. خدت مركز كام؟ 350. ايه رايك في الماراثون؟ بتجري في الخير؟ حلو وكويس وشكرا الحمد لله. شاركت في الماراثون النهارده؟ رايك ايه بقى في الماراثون؟ لا جميل جدا، وخصوصا اهتمام بذوي الاعاقه، يعني دي بتهيألي اول مره تحصل ان ذوي الاعاقه ينضم للماراثون. جريتي في الخير وخدت ثواب؟ الحمد لله. الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. اسمك ايه؟ مروه محمد. جريتي في الخير النهارده وخدت ثواب؟ اكيد طبعا. ايه رايك في الماراثون؟ كويس، حاجه مشرفه بصراحه. مبسوطه؟ مبسوطه. بتشاركوا؟ اكيد، عايزينها تكرر تاني. مليون مبروك. الله يعليك وعلينا. ايه رايك في الماراثون؟ اي جميله، وهيك مصابة لمصر، وهيك ايدي تالي تمي تمان سيفا مطا وليت ولينا بنيت فول مايت جابو من أبنا هنا عطا سن زالي والزيمة القوة سن زيمة قوة تحدي رياضة حدي مزمايت أزيم قوة تغيل تمن كاح تمن مزمايت. الحمد لله مصر الامان. انا كمان من هنا بشكر قواتنا المسلحه ووزاره الداخليه على المجهود الكبير اللي معانا، شباب مصر ووزاره الشباب والرياضه اللي نظموا هذا الحدث، كمان اللجنه العليا لماراثون زايد لثقتها الغاليه في وزاره الشباب والرياضه والاحتفال بعام زايد النسخه الخامسه، ده شيء مهم جدا، والف مبروك لنا كلنا. والمظهر الجميل اللي ظهر النهارده ده لمصر كلها، شفنا البايكرز كمان الموتوسيكلات، كان حاجه تفرح. مصر بخير. اولا انا اشكر النادي الاهلي ومشاركته اليوم هنا بهذا الماراثون، وهذا يدل على شيء، فانا يدل على هذا النادي كبير ويشارك في فعاليات مختلفه ويحب ايضا العمل الخيري ويحب الفعاليات التي تنظمها الامارات، ويحب ايضا
الفعاليات اللي هي تحمل اسم الشيخ زايد. طبعا احنا اليوم هنا في الإسماعيلية بعد ما عملنا ثلاث نسخ من 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 هذا الماراثون في القاهرة، اتجهنا الى الأقصر وبعدها جينا الى الإسماعيلية. التنظيم اكثر من رائع، وهذا يعود الى حقيقة الجهد الكبير اللي تم تقديمه من اللجنة العليا المنظمة الماراثون، وكذلك وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها معالي السيد الوزير أشرف صبحي، وكذلك محافظة الإسماعيلية وعلى رأسها معالي المحافظ. والإسماعيلية لها حب خاص، وكانت في قلب الشيخ زايد، أحبها وقدم لها الكثير، بنى مدينة باسم الشيخ زايد موجودة هنا في الإسماعيلية، وأهل الإسماعيلية محبين لزايد، فلهذا السبب نحن نرى كانت مشاركة كبيرة وتنظيم رائع، ومبروك للجميع هذا النجاح. لا الحمد لله كان يوم جميل جدا، الموضوع ما كانش مشاركة زي ما احنا اتفقنا، وكمان نتائج مبهرة وتشريف وتمثيل مشرف. الحمد لله النادي الاهلي شارك ببعثة محترمة جدا، عملنا نتائج حلوة جدا ما شاء الله. المركز الثاني وميدالية الفضية، المركز الرابع، المركز السابع، المركز العاشر وال11 وال12 وال13، كل دول من بعثة النادي الاهلي، فبشكرهم كلهم على المشاركة وبشكرهم كلهم على التمثيل المشرف والنتائج المبهرة. بشكر كابتن ياسر داود على المشاركة المثمرة، بشكركم على حضوركم، وبشكر كل القائمين على التنظيم. يوم جميل وذكرى جميلة، وإن شاء الله اللي جاي أفضل، وإن شاء الله إحنا موجودين في كل تمثيل. الحمد لله. طبعا أنا بشكر كل الدنيا وعلى أسهم مجلس النادي الأهلي ودكتور مهند بالأخص، لأنه واضح يعني معنا من امبارح، يعني يكاد يكون تقريبا ما حدش نام الناس دي، ومشاركة فعالة، وزي ما دكتور قال مشاركة أول مرة في ماراثون خيري، وكل الحمد لله مقدمة من النادي الأهلي. لاعبتنا المميزين زي ما انت شايف كده، كابتن حسن عميد اللاعبين، وفيليب لعيب كيني بيلعب باسم النادي معانا، ونوري ورائد واحمد عاطف وكابتن ناصر وحسن مرزوق وسيد مرزوق وعبد الله وشرميم، ناس كلهم ابطال. وانا بشكر مجلس الاداره على استجابته لهذا الماراثون، وبشكركم على حضوركم، انا عارف انتوا برضه تعبانين وما نمتوش، وبقول لكل الناس وكل جماهير النادي الاهلي كل سنه طيبين، وان شاء الله بنوعدكم على طول دايما بالمراكز الاولى في اي حاجه رياضيه في جمهوريه مصر العربيه. الحمد لله انا قدرت احصل على المركز العاشر، وده كل مجهود ينسب للجهاز الفني للنادي الاهلي، والحمد لله ان السنه دي 2018 قدرت فريق الضاحيه يرجع بقوه للساحه. خلال الموسم ده كان اعداد رائع من الجهاز الفني واعداد نفسي، وشكرا اداره الاهلي، والف مبروك للاعبين النادي الاهلي، ودائما الاهلي فوق الجميع، والف مبروك لكل زملائي اللي حصل على المراكز الاولى النهارده. I am Philip Ekom from Kenya. I represent Ali Club. I was number one in Ali Club, and here today is Sheikh Said. I am number two. هو بيقول ان انا سعيد بمثل النادي الاهلي بقالي سنتين، وسعيد بهذا التمثيل، وانا دايما ببقى رقم واحد، بس النهارده لظروف خاصه بقيت رقم اثنين، وانا مبسوط ان انا هنا النهارده. انت لو بيلعب في نادي القاهرة، النادي الاهلي احسن نادي في العالم. I said, are you happy or you're representing Ahli Club as the best club in the world? It's the best club in the world, and I'm very happy to represent the Ahli Club. بيقول هو سعيد جدا، وفعلا الاهلي رقم واحد في العالم، وسعيد جدا بمثل النادي النهارده. يعني كان احساس جامد قوي، النهارده يعني كان ماتش يعني حلو قوي، كان مشارك يعني عدد كتير من النادي الاهلي، والحمد لله عملنا ماتش حامد قوي، وان شاء الله يعني نتبرع ان شاء الله الماتش 57 ان شاء الله، وان شاء الله يكون في يعني نبرع كتير من الناس، كتير من المشتركين من النادي الاهلي، والحمد لله عملنا ماتش جامد جدا يعني. واشكر يعني الناس كلها، يعني شركه كايرو رانرز عملت معاه مجهود جامد جدا يعني، والحمد لله. انا بشكر كابتن ياسر داوود لاعب النادي الاهلي بتاعنا، والحمد لله يعني عملوا مستوى كويس.